مايا دياب تكرم من دبي بمنح لقب أيقونة الموضة. بالتزامن مع النشاط الفني اللافت، كرمت النجمة مايا دياب اللي لطالما تميزت بإطلالاتها بمنح لقب أيقونة الموضة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الموضة بدبي اللي انطلق بنسخته الأولى ليل أمس بدولة الإمارات، وجمع عديد من مبدعي الموضة من حول العالم بالإضافة إلى نجوم الفن والإعلام. فالنجمة مايا دياب لطالما كانت من أبرز الشخصيات العربية اللي تميزت بأسلوبها الخاص من ناحية الأزياء، وأطلقت العديد من الصيحات الجمالية عبر السنوات، كما وأن سباقة بعالم الموضة وأصبحت بالتالي رمز لكل ما هو جديد ومتميز، الأمر اللي جعلها تستحق لقب أيقونة الموضة. وخطفت مايا الأنظار بحضورها المميز ليل أمس خلال الحفل تألق بإطلالتين مختلفتين من توقيع المصمم جون لويس صبحي، حيث فاجأت الحضور بالإطلالة الأولى الغير تقليدية، تألفت من قبعة لولبية وفستان أسود بتطريز مميز أبيض مرت خلاله على السجادة الحمراء، فيما أطالت على السجادة بلوك تاني من نفس المصمم اتألف من قطعتين غطتهم الأحجار اللامعة. وعبرت مايا خلال استلام الجائزة عن سعادتها الكبيرة باللقب، وأكدت أنها رح تسعى دائما لرفع اسم بلدها لبنان عالي مهما كانت الظروف قاسية، كما توجهت بالشكر إلى القيمين على الحفل وجميع الداعمين لإلها ولمسيرتها. وخلال الحفل أشعلت مايا الأجواء بتأدية أغنية أحلى كلام، وهي آخر إصداراتها اللي حققت نجاح كبير وتصدرت لوائح الأغاني الأكثر استماعاً وتحميلاً بالوطن العربي. إلى جانب مايا دياب، حضر الحفل عدد كبير من النجوم والمشاهير بالوطن العربي مثل محمد رمضان، لوجين عمران، ديما الأسدي، أرين سليمان، مهند بخيت، نور غندور، ليلى عبدالله وغيرهم. ويذكر أنه هالمرة الثانية اللي تكرم مايا بأيقونة الموضة بعد ما كان لدى مجلس الأزياء العربي نفس التكريم العام الفائت.